المكان الذي لا يراك الله فيه ما هو؟ في مكان واحد. من المثقف؟ من المثقف؟ واحد. والبقية طبعا الله يراك، سميع عليم، بصير، رقيب، محيط. ما هو المكان؟ الخلاء. ها؟ الجواب سؤالي خاطئ، سؤالي أعرج. أي الخلاء والقبر ولا دوء؟ يا أخي الذي خلق الظلام هو الله، والذي خلق المكان هو الله. لا مكان لا يراك الله فيه. يا أخي لو وكل بك إنسان بالكاميرا يصورك في كل حركة وسكنة، والله ما تعصي ولا تخطأ ولا تخطئ، حياء من أن ترى على ذنب، حياء أن ترى في مكان. وتصور لو واحد صاد واحد وهو يسوي حرام أي ذنب من الذنوب وساومه، قال يا مغفل أنا صورتك وأنت تفعل تلك الكبيرة، وهذا مقطع فيديو إما وإلا نشرت، ألا يذله لأنه رآه يوما يعصي الله؟ سبحان الذي الله ستير، سبحانه الله جل وعلا عظيم، كم سترنا يا أخوان. لو الله جل وعلا يسلب العين من كل واحد شاف مقطع في اليوتيوب حرام، بكرة ما يناظر، كم أعمى عندنا؟ يستحي الله معطيك النظر ثم تنظر حراما. إذن من الحياء أن تشكر الله على النعم وأن تستخدمها في طاعته. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. لذلك أقول استحي من، وكلام الجميل الذي ذكرته أخي عيد، الذي يستحي من الله سيستحي من عباده، واللي ما في وجهه حياء من الخلق. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أيضا صحيح يقول استحي من الله حياءك من الرجل الصالح من قومك. إخوان اللي مع لابتوب فاتح www. وأكرمكم الله دخل الزبائن، زبائن الأخلاق. لو واحد يشتغل كذا وطالع عليه مشهد حرام والوالد وراه وهو ما علم، وش موقفك من أبيك؟ طاح وجهه ولا لا؟ يسقط من عيني أبيه ويقول له أبوه وين الحياء؟ عيب عليك وأنا أبوك، أعطيتك اللابتوب واثق فيك، معطيك الجهاز هذا الذي تدخل فيه في المواقع واثق فيك، وين الحياء؟ تصعب عليك أن تعيد الثقة من جديد إلى أبيك. بعضنا يستحي من أبيه الآن، بل لو بعضنا مع الريموت، أنا أقول بعض الشباب معك الريموت وبالحالك وفي الملحق ومعك الريموت، دخلت الوالدة تتغير على طول. ها؟ ليه تغير على طول؟ راح البداية. ليه طيب وانت رايح للنهاية تو؟ لماذا أنت الآن سائل البداية؟ قال